السلام عليكم، معكم عصام السيهي، استوديو صحراء، مواليد مدينة الرشيدية، مقيم في مدينة مكناس. في الحقيقة البداية ديالي كانت يعني في البرمجة ديال لي زورغ، وبشوية بشوية بقاو كيجيو عندي الإخوان الأصدقاء، تسجلوا هادي تسجلوا هادي، وأنا نتوجه شي شوية عاوتاني في التسجيل تاع الاستوديو. في الحقيقة ما كنتش كنغني، ولكن كان عندي مع العزف. انا عازف على آلة الاورغ، وبديت الحمد لله هنا منين جيت لمدينة مكناس مع الاخوان اللي عندهم يعني خبرة في هذا المجال، بحال عبد الله هاني، يعني اسماعيل العلاوي، الاخوان كاع تقريبا اللي عندهم اللي في نفس هذا المجال، خديت معهم خبرة والحمد لله حتى انا بديت في هذه البدايات هذو. نتمنى ان شاء الله يكون خير. بالفعل بديت بماتيريال بسيط، بشوية بشوية، اليوم وغدا، هذه مزيانة هذه ما مزياناش، يعني اللي كنقلبوا على الاحسن على الماتيريال المزيان باش نقدروا نخدموا. بالطبع يعني في نفس الوقت يعني كنكتسبوا خبرة، كنبحثوا شي شوية، كنتواصلوا مع الاخوان كيف يدونا الا خصتنا شي حاجة. ايوا هذا هو اللي كاين. في الحقيقة انا ما لقيت حتى شي صعوبات، لان الحمد لله والشكر لله الاخوان كلهم تساعدوا معنا، الله يجزيهم بخير. ما كانش شي واحد اللي شد علينا شي حاجه، وما كانش شي واحد اللي خبى علينا شي. الصعوبات اللي لقيناها هي كانت الامور في الاول، الامور الماديه اللي كانت قاصحه، لان الماتيريال غالي ماشي شي حاجه اللي رخيصه. هذا هو اللي كان في الاول، والحمد لله دابا كل شيء، هاد المواقع تاع التواصل الاجتماعي يعني واصلين كلش، يوتيوب فيه كلش، مواقع اخرى كلش كاين. هذا هو اللي كاين. باش غادي نجاوب بكل صراحه صعيب، لان كل واحد والامكانيات ديالو، كل واحد هو شنو باغي. الماتيريال تبارك الله موجود بكثره، وانت والمستطاع ديالك تقد تدير استوديو ب 5000 درهم، تقد ديرو ب 3000 درهم، تقد ديرو ب 20 مليون، فهمت؟ يعني يعني داكشي على حد المستطاع نتاع الانسان. يطور ضروري، قداش ما درتي ماتيريال مزيان، ثمن مزيان، قداش ما كتكون الجوده والكاليتي، وبزاف د الحوايج كيكونوا زايدين. واش نقولك، الحمد لله دازو ناس هنايا، كان داز عندي الفنان ميمو، عفوا، نور الدين رحو، وكذلك الفنانة حزار، الفنانة القديرة الحسنية، ودازو عندي اخوان من يعني ديال الراي، سي مباركات، الشاب رشيد، كان واحد العمل مشترك بيني وبين الاخ ايوب العمارتي مع الفنان ايهاب امير، درنا ليه التوزيع هنايا. الحمد لله كاين، خدمت مع الفرقه نتاع اش كاين عثمان، كنا درنا واحد، كندير واحد التسجيل عندي هنا. الحمد لله يعني كاين لقاءات مع الاخوه الحمد لله. اش غادي نقول لك، الحمد لله كل شيء داز مزيان. انا كان اللقاء ديالي مع ايوب العمارتي الفنان، حتى هو كلافيست تبارك الله وبيانيست في المستوى، هو اللي يعني اللي جاب العمل وخدمنا هنا البروجي هنايا، والحمد لله داز العمل مزيان، وكان في التلفازه، داز في التلفازه المسلسل تاع سر قديم. بالنسبه للاغنيه الامازيغيه، في الحقيقه فن زوين، الكلمات
الناس اللي تعاملت معاهم كلمات زوينين، يعني شعر كيكون منظوم زوين، الالحان. والحمد لله الاخوان اللي تيدوزوا هنا كنشوف فيهم بانهم يحاولوا يطوروا الاغنيه الامازيغيه، ونتمنى ان شاء الله باش نكونوا حتى احنا في ذاك المستوى اللي نقدروا نعاونهم في هذا المجال هذا. وشوف انا نقول لك واحد، انا امازيغي ولكن في الحقيقه الكمان عندها الحلاوه ديالها والوتار عنده الحلاوه ديالو، كيبقى غير طريقه الكلمات كي دايرين والالحان، هذا هو اللي كاين. مي في الحقيقه بجوجهم زوينين وكلها والحلاوه ديالو. في الحقيقه شنو نقول لك، بعد المرحوم رويشه هو في الحقيقه كاين اجتهاد كبير من طرف الاخوان والدراري، تبارك الله، في العزف على آلة الوتار. يعني كنسمعوا بزاف تاع الدراري، دازوا عندي انا تقريبا هنا واحد ثلاثه الناس، يعني فنانه تبارك الله سجلوا الوتار، منهم كما قلت لك مسبقا نور الدين ورحو، الفنان سعيد موجان، وداز عندي الفنان محمد القرواني، تبارك الله، يعني عزف راقي واسلوب يعني الوتار كتحس به يعني معاك، يعني انت كتعزف فيه هو كيجاوبك، يعني داكشي زوين. وحتى الدراري تبارك الله عليهم، لا في الالحان ديالهم ولا في الغناء ديالهم، كلمات داكشي تبارك الله ما شاء الله. هنا النصيحة ديالي هي الله يوفق الجميع، نتمنى لهم التوفيق، لأي واحد بغى يدير مشروع بحال هكا نتمنى له التوفيق. هو حاجة واحدة خاصو بنادم ياخد خبرة ويعرف الدومين شنو هو، وكلها نتمنى لهم التوفيق. زعما أي واحد بغى يدير المشروع ديالو الله يسهل عليه زعما في هذا المجال، ومجال زوين وسيرتو اللي شدو باتجاه صحيح راه مازال يعني مجال زوين، ما فيهش شي حاجة خايبة. سيدي كنقول لهم اهلا وسهلا بهم، مرحبا. بالنسبه للناس اللي تيجيو عندي راه محلهم هذا، مرحبا بهم فاش ما جاو، والناس اللي ما كتبش ومازال ما جاوش اهلا وسهلا بهم، واللي جا مرحبا به، سواء كان يعني جا يسجل ولا جاي زياره، اهلا وسهلا، مرحبا في استوديو صحراء بكل فرح، الابواب مفتوحه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.